بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك، عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات ربنا التامة المباركات. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. المولود في ربيع الأول سنة 76 و300 من الهجرة، والميت في ربيع الأول أيضا سنة 65 و400 من الهجرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. كنا تكلمنا في باب التوحيد تقريبا، انتهينا من والتوحيد هو أن تعلم أن لا إله إلا الله في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هؤلاء هم أهل الخذلان. فإن تعلم أنه إله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعال لما يريد، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، يدبر الأمر، يفصل الآيات، سميع بصير، مريد، عالم، حي، قيوم، قائم بذاته وكل ما سواه قائم به سبحانه وتعالى. هذا هو معنى التوحيد على التفصيل. ولكن هل هناك فرق بين واحد وأحد؟ الله واحد أحد، صفتان لله عز وجل، الواحدية والأحدية. من حيث اللغة المعنى واحد، من حيث اللغة والتصريف فواحدية أحد، من باب قلب الهمزة واو، كما ضرب لك مثالا أسماء أصلها وسماء من الوسامة، فصارت الهمزة واوا. فمن حيث اللغة والتصريف فأحد هي واحد. لكن عند علماء التوحيد وعلماء الصوفية قالوا أن هناك ملمح عندهم لاحظوه، أن الواحد هو الذي يقبل القسمة، الواحد هو الذي يقبل النسبة، والأحد لا يقبل النسبة. فإذا قلت أحد لا تستطيع أن تنسب إليه شيء، غير قابل للنسب. لكن إذا قلت واحد فالواحد ينسب إلى أشياء، فكل الأشياء تحتاج للواحد، وهو والواحد لا يحتاج لشيء. أنت حتى في علم الحساب، الواحد هو أول كل شيء في علم الحساب، هو الواحد، ثم بعد ذلك أي رقم آخر منسوب إلى الواحد. فكل رقم يأتي بعد الواحد مفتقر للواحد، أما الواحد فغير مفتقر لشيء. هذا هو معنى الواحد، أنه يقبل النسب، أما أحد فلا يقبل النسب. فكأن أحد تعطيك ملمح كان الله ولم يكن شيئا معه،
بواحد تعطيك ملمح أنه خلق الأكوان، فصارت الأكوان منسوبة إليه، فكان أحد، أي قبل أن يظهر له أثر لصفاته في الخارج، حيث يعبرون عن هذا المعنى بالعماء، حيث أنه لم يكن هناك خارج أصلا أو داخل، لم يكن إلا الله، لا شيء معه، لا مكان ولا زمان ولا مخلوق ولا شيء خالص، ولكن كانت صفات الله سبحانه وتعالى داخلة في ذاته غير ظاهرة، حيث أنها لا يوجد هناك خارج لتظهر فيه. فلما تجلت الواحدية للأحدية طلبت النسبة وطلبت الظهور، فطلبت الصفات الظهور، أثر الظهور، فالخالقية طلبت أن تكون هناك مخلوق، والرازقية طلبت أن يكون هناك مرزوق، والقاهرية طلبت أن يكون هناك مقهور، وهكذا. فكل صفة طلبت مقتضاها، فلما طلبت مقتضاها توجهت إرادة الله، توجهت إرادة الله إليها، فحدثت تخصيص للقدرة على مقتضى الإرادة، فظهرت الأكوان على مراد الله بكون فيكون على مقتضى علمه القديم الذي كان لا يعلمه أحد، لأنه لا يكن، لم يكن معه أحد أصلا ليعلم، فهو يعلم بمقتضى علمه القديم وجود الأكوان قبل وجودها وتفاصيل ما فيها قبل أن تحدث. وهذا العلم القديم يسمى صلوحي قديم، أي أن الله سبحانه وتعالى قدرته صالحة أن تخلق الأكوان قبل أن يكون هناك أكوان، قدرته صالحة أن يكون هناك مخلوق قبل أن يظهر المخلوق، ولكن هذه القدرة مع تعلق علمه بالمخلوق قبل أن يوجد، فهو يعلم أن هتبقى أنت موجود وإمتى وفي أي عصر وإنت لسه، كأن علمه بك قديم، أنت لست قديم لكن علمه بك هو القديم، لأن العلم هي صفة قديمة. فالله سبحانه وتعالى يعلم فرعون قبل أن يخلق فرعون، ويعلم همان قبل أن يخلق همان، ويعلم جميع الأنبياء والمرسلين قبل أن يخلقهم، والملائكة قبل أن يخلق أي شيء، يعلم كل ما يخلقه قبل أن يخلقه. هذا العلم يسمى صلوحي قديم، تعلق صفة قديمة. فإذا تجلت الواحدية على الأحدية فجاء وقت توجه الإرادة للقدرة للظهور، فظهرت إرادة الله في الأكوان، فيسمى في هذه الحالة تعلق تنجيزي حادث، فكل الأكوان حادثة تنجيزا قديمة علما. فالفلاسفة ما عرفوش يعبروا، فقالوا بقدم العوالم وجودا، ونحن نقول بقدم العوالم علما، فرق بين العلم والوجود، لأن في الوجود هو الموجود سبحانه وتعالى، فكل أخذ من الحقيقة شيء لم يعبر عنه التعبير الدقيق، فضل من ضل، ووقع في أوحال التوحيد من وقع، وهذا ما عبر عنه سيدنا عبد السلام البشيش، وانشلني من أوحال التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والترديد. يعترض على هذه اللفظة من وقعوا في أوحال التوحيد نفسهم، لأنهم يقولون هل للتوحيد أوحال؟ هم لأنهم وقعوا في الأوحال لا يدرون بالأوحال، لكن الحقيقة أن التوحيد كعلم وكتصور يقع في بعض الشبهات الكثيرة، كما وقع فيها الفلاسفة الذين اعترفوا بوجود الله عز وجل، فانقسموا إلى فرقة قالت أنها ذات غير موصوفة، لأنها لو كانت متعددة الصفات لتعددت الذوات، فنفوا الصفات فصاروا معطلة، هذا من أوحال التوحيد. وهناك من ظن أن الله سبحانه وتعالى علاقته بالأكوان علاقة علة ومعلول، فاعتبر أن الأكوان قديمة وجودا، فاعتقد أن هناك موجود مع الموجود، اثنينية منذ الأزل، إله ومخلوق، خالق ومخلوق منذ الأزل، فجعل المخلوق قديم كما قال ابن تيمية وقع في هذا. ولكن نحن نقول الأمر عند أهل السنة والجماعة، تجد أن الأمور عندهم منضبطة، علم الله قديم، فأنت في علم الله قديم، لكن من حيث الوجود والظهور حادث، مخلوق حادث، لك بداية ولك نهاية، لكن تعلق علم الله بك هو القديم، يسموه صلوحي قديم. أما عندما توجهت الإرادة، وده أمر دقيق مهم،
يعلمه اللي يجب على كل مسلم انه يفهمه، على ان هذه الاشياء بتأتي للعابد تطورات في ذهنه قد تجعله يعني تحول بينه وبين الترقي في المقامات، لانه يأتيه تصور فيه شبهة، لدرجة ان كثير من العباد انطردوا من مقاماتهم عند ادنى اختبار لهم، لما طرأ عليه أنوار أنا ربك فيقول له خلاص وينصاع، ويطلع الشيطان هو اللي نور له الحكاية ويقول له رفعت عنك التكليف فيرفع عنه التكليف، كما اعترض كثير من الناس على جهلة الصوفية على أن هذا هو التصوف، ولكن هو ليس تصوف. بداية التصوف وهو السلوك إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا على عمى؟ على بصيرة ليتم الترقي. أما الذي يسلك الله إلى الله على عمى وبغير بصيرة هو في خطر شديد، كمن يسلك طريق ليس معه خريطة ولا هاد له في رحلة طويلة، هو على خطر التوهان، أكيد حيتوه ويضل. لكن لما يسلك الطريق خلف من سلكه قبله أو معه طريقة واضحة توضح له، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله وما عليه علماء الأمة من الإجماع، هذه الخريطة تجعله يسلك الطريق على بصيرة. ولذا قالوا إن بداية الطريق العلم أولا والتزكية، العلم والتزكية، والعلم يتعلق بالعقائد أولا ثم العمليات بعد ذلك، الأمور العملية. إنما أنت الوقت ما تعرفش هذه العقائد وتقعد تصلي ليل نهار وتقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، تبص تلاقي بعد كده تحصل لك أنوار ما تعرفش بذكة، تقوم تتلخبط، تقوم تعيش بعد كده في الجبال في البرية زي المجنون، لا طلت كده ولا كده، لا طلت الناس انتفعت بيك ولا طلت أنت انتفعت بحياتك، فبقيت زي إيه؟ زي اللي عمل حادثة في الطريق وما وصلش، وبعدين أصابته عاهة مستديمة فجاله شلل ففضل في مكانه مشلول مش قادر يتحرك، وغيره كل الناس بتتحرك. فنسأل الله أن يسلمنا. علشان كده اللي قال إن الأكوان قديمة نظر إلى تعلق علم الله بها فقال إنها قديمة، لكن لم يستطع أن يتكلم أن هي تعلق العلم، تجعلها عن تعلق الوجود فقال إنها قديمة الوجود، يبقى خد من الحقيقة جزء وأخطأ في التعبير فضل. فهمت المسألة؟ يبقى القرآن كلام الله والكلام صفة قديمة في الله. القرآن عندما صار بلسان نبينا هو محدث، هو محدث. وعشان كده لما فوجئ العلماء في عصر الإمام أحمد بن حنبل بهذه القضية لم تتبلور في أذانهم بعد. الإمام أحمد بن حنبل نفسه لم يجب فيها إجابة شافية لأنها لم تتبلور، يقول لهم كل لي ماذا كان يقول الصحابة في مثل هذا، لم يقل بها أحد، فأنا لا أقول فيها أمر، لا أقول محدث ولا أقول قديم ولا أقول حاج، أقول القرآن كلام الله خلاص. المعتزلة لأنهم غلبت عليهم الفلسفة نظروا إلى أن القرآن لفظ واللفظ كلام والكلام له بداية ونهاية ومقاطع يبقى محدث، نظروا إلى الصفة فاعتبروا أن القرآن مخلوق. فهمت بقى المسألة؟ نظروا من جهة، من جهة اللفظ، فاللفظ هو مخلوق لأن اللغات أصلا مخلوقة، كان الله قبل أن يخلق اللغات فاللغات لها بداية، فإذا كان القرآن معبر عنه بلغة فالتعبير عنه هو اللي محدث، أما هو فهو كلام الله قديم. فهمت بقى المسألة؟ فاللي نظر إليها من جهة اللفظ كالمعتزلة قالوا أنه مخلوق، واللي نظر إليها من جهة أنها صفة قديمة من صفات الله قالوا أنها قديمة، والحقيقة أن له وجهان، وجه من جهة العبد نطقا فهو مخلوق، ووجه من جهة الله صفة فهو قديم. فالحكاية سهلة، لكن ازاي الواحد يعرف يحل المعضلات دي علشان ما يبقاش عنده شبهة. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى، فإنما يسرناه بلسانك، يسر الصفة القديمة وهي الكلام الله بلسان نبينا ممتنا عليه بهذه النعمة الكبيرة، أن كلام الله وهي صفة قديمة بلا صوت ولا حرف ولا نبرة ولا مقاطع يسر هذه الصفة القديمة وهي الكلام إلى
معنى صار حادثا على لسان نبينا ألفاظ يتكلم. انت تتحول الصفة القديمة الى صورة حادثة وهي صورة القول، وعلشان كده يقول انه لقول رسول كريم، ما يقولش انه لكلام. فالكلام صفة قديمة، اما القول صفة حادثة. انه لقول رسول كريم، افهم المعنى، انه لقول رسول كريم، ما قالش انه لكلام. اما الكلام فهي صفة قديمة، فالله متكلم سبحانه وتعالى، تكلم بكل اللغات، تكلم بالهيروغليفية في التوراة، بالسريانية تكلمها في الانجيل، وتكلم باللغة العربية العبرانية في صحف ابراهيم وموسى، وتكلم بلغات لا نعلمها فيما انزله على سيدنا ادم وعلى سيدنا شيس من الواح. فتكلم سبحانه وتعالى بلغات متعددة على مر العصور على ألسنة الانبياء الذين توالوا، وكلها كل هذا هذه الأقوال باللغات المختلفة ما هي إلا تجليات الصفة القديمة وهي صفة الكلام. تجلي الصفة القديمة وهي صفة الكلام. فالأحدية والوحدية عند علماء الصوفية، الأحدية هي صفة كانت قبل النسب حيث التعلقات الصلوحية القديمة، أما الوحدية فهي الصفة التي ظهرت حيث التعلقات التنجيزية الحادثة. خلاصة القول كده، يبقى الأحدية هي صفة الله سبحانه وتعالى القديمة حيث لا تعلق بشيء، تعلق العلم القديم الصلوحي القديم فقط بما يصلح له هذه القدرة وهذه الإرادة قبل ظهور أثر القدرة والإرادة في الخارج. أما الواحدية فهي التعلق التنجيزي الحادث من حيث الخلق والإيجاد والظهور بعدما كانت باطنة في علم الله لا وجود لها في الخارج. فهمت المعنى الخلاصة؟ لما نيجي نقرأ كلامهم هتجد الأمور أوضح من هذا، أحيانا تكون واضحة وأحيانا تكون غامضة، لأنهم أحيانا يتكلموا بالإشارة. يقول سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا بكر بن شاذان يقول، سمعت الشبلي يقول، التوحيد صفة الموحد حقيقة وحلية الموحد رسما. أصل التوحيد ده لما الإنسان يجد نفسه يستشعر نفسه هو بيوحد، ما بقاش موحد لأنه أوجد ذات مع الذات. التوحيد الأصل ألا ترى مع الذات ذات. فهمت إزاي؟ ألا ترى مع الله سواه. فلو رأيت نفسك موحدا تبقى أنت مش موحد، لأن أنت شايف نفسك مع الله. فهمت المعنى الدقيق؟ فهمت المعنى الدقيق اللي هو عايز يقوله لك؟ فالتوحيد لا يكون خالصا إلا بفنائك عن نفسك، إلا لا يكون خالصا التوحيد إلا بفنائك عن نفسك حيث لا ترى إلا الله. عشان كده لما فنى بعض الأولياء في هذا المعنى الفاني تكلم على لسان الحق، فظنوا أنه يتكلم على لسان نفسه فاعتقد أنه هو بيعتبر نفسه إله، وهو يتكلم على لسان الحق لا يتكلم على لسان نفسه، لأنه لا نفس له أصلا، لا ذات له أصلا، فنى تماما، فلا يتكلم إلا بلسان الله عز وجل. ودي لك مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم مش له أحاديث اسمها أحاديث قدسية يتكلم بها على لسان الله؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تكلم على لسان الله، يا عبادي، مش الكلام ده خارج من لفظ النبي هو؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لما قالوش بقى أن الرسول بيقول يا عبادي؟ لأنه يتكلم هنا في مقام الفناء حيث أن الخالق يتكلم مع المخلوق، فهو لا يتكلم إلا بلسان الخالق لا بلسان المخلوق. كذلك الولي عندما يصل إلى هذا المقام، مقام الفناء التام حيث لا يرى ذات مع الذات، اللي هو مقام الفناء التام، تلاقيه يتكلم بلسان الحق. فإذا تكلم بلسان الحق الناس اللي هم اللي زينا كده اللي هم في حالة الشعور بالوجود والذاتية يقول الله، ده الرجل بيقول ايه ما في الجبة الا الله، يبقى بيقول ان ربنا حل فيه، ده كافر هتقتلوه. وهو اصلا مش كده خالص، ده هو مش في باله الحكاية دي، مش ما بيفكرش في المسألة دي خالص، ده هو في حال غير الحال. فهمت المعنى؟
فعلى شكل بيقول التوحيد صفة الموحد. التوحيد ده صفة الله مش صفتك انت. هو انا ما اقولك انت موحد، هو انت ازاي انت موحد؟ انت يعني في انت وفي هو، يبقى في اتنين اهو. فين بقى والتوحيد؟ يعني ما فيش الا حاجة واحدة. فهمت المعنى الدقيق اللي عايز يقولك؟ يقولك التوحيد صفة الموحد حقيقة وحلية الموحد رسما، لكن من حيث الرسم الصورة، الصورة بس دي حلية زينة زائدة على لسان المخلوق الذي يعترف بالتوحيد. دي بس ايه حاجة زينة كده، لكن مش، لكن حقيقته انه هو غير موجود كمان، انه لا يوجد الا الله فاعل في الاكوان. ولولا الله يمدك وتجلى عليك بصفاته ما كان لك وجود اصلا، فوجودك مستمد من وجوده. فلو فتشت لا تجد الخلق شيء، لا تجد الاكوان شيء، تجد الله على ما عليه كان سبحانه وتعالى، حتى بعد ظهور الاكوان، حتى بعد ظهور الاكوان. انت عندما تفتح صورة التلفاز في البيت وتجد فيها كثير من الحركة، ناس كتير بتتحرك ومناظر كتيرة وقطر ماشي وعربية وانفجارات، البيت بتاعك حصل فيه انفجار؟ حصل اي تغير في الشقة اللي انت فيها؟ لم يحدث اي تغير. التلفزيون شغال، التلفزيون مطفي، لم يحدث اي تغير لا زيادة ولا نقص. كذلك الاكوان مع الله ولله المثل الاعلى. فالاكوان هي الصورة المتحركة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يطرا عليه تغيير قبل خلق الاكوان، كما هو بعد خلق الاكوان سبحانه وتعالى، لا يزيد ولا ينقص ولا يأنس من وحشة ولا يستكثر من قلة. فكان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الان على ما عليه كان. انت وانت قاعد في الشقة لوحدك فتحت التلفزيون وجدت آلاف الألسنة بتتكلم وآلاف الحركات بتحدث، يبقى معناه كده ان في حد معاك في الشقة، معناها كده في حد معاك. فهمت بقى التصور يعني ايه كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الان على ما عليه كان، بالرغم هذه الحركة في الأكوان الكبيرة، لان ما هي الأكوان متحركة الا بإرادته، الا بتجليات صفاته. ولو منع المدد لم طفأ المصباح في الحال، ويرجع الأمر كما كان عدم لا شيء سبحانه وتعالى. هذه معنى الموجود بذاته، وكل ما سواه موجود بغيره أي به سبحانه وتعالى. وعشان كده بيقول التوحيد صفة الموحد سبحانه حقيقة وحلية الموحد رسما. وسئل الجنيد عن توحيد الخاص فقال أن يكون العبد شبحا بين يدي الله، ظل يعني. والظل ده ليه وجود؟ انت لما تلاقي ظل على الأرض ده ليه وجود؟ الناس دافعوا على ظلك في الأرض هتقول اي هتتوجع؟ يعني لو حد مثلا جاء حفر في الأرض اللي فيها ظلك هتقول له كده انت خبطتني في دماغي؟ دماغك هتتأثر؟ لم تتأثر بشيء ولم تنقص شيء. وعشان كده ربك أشار إلى هذا المعنى أن الأكوان ظل، وهو الذي مد الظل، وهو الذي مد الظل وجعله ساكنا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس هنا شمس العلوم والمعارف، حيث أنك بعلومك ومعارفك تعلم أن الأكوان ما هي إلا ظل لحقيقة الصفات المطمورة في الذات، فلا موجود إلا هو. إشارة لهذا المعنى، وهو الذي مد الظل. وترى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ثم جعله ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا يعني غير متحرك. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا اللي هي شمس العلوم والمعارف كده برضو. وجعل لك في الخلق صورة الظل عشان تشوفه، وجعل الشمس في الحقيقة الكوكب دليل. فالشمس الحقيقة الكوكب لها معنى في الحس وهو العلم، والظل بتاعك في الحقيقة ما هو إلا ظل صفات الله سبحانه وتعالى التي ظهرت في الأكوان. هل أنت حللت في الظل؟ هل انتقلت إلى الظل؟ لكن لا يتحرك الظل إلا بحركتك،
ولا يفعل إلا بفعلك ولا يعمل إلا بعملك. كذلك الأكوان لا تتحرك إلا بحركته سبحانه أي محركها، ولا تفعل إلا بفعله سبحانه وتعالى فيها. وفي الحقيقة الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فأنت مع قربك إلى الظل إلا أنك في نفس الوقت لم تحل فيه، ولا يتحرك إلا بحركتك، وإذا زال لا تزول بزواله. افهم هذه الإشارات الدقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشير إلينا من الخلق في عالم الملك لما عليه الأمر في عالم الملكوت فالجبروت، ثم في الحقيقة حيث لا عوالم أصلا، لأنه كان الله ولم يكن شيئا معه. أن يكون العبد شبحا بين يدي الله سبحانه تجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام قدرته. تصور بقى أن الظل يقول لك أنا ليا إرادة، لا أنا مش عايز أعمل كذا، ده أنت ظل، أنت تتكلم، أنت ليك اختيار. شفت بقى العبد قد إيه تافه وسفيه لما يدعي أن له اختيار مع اختيار الله، كدعاء الظل أن له حركة منفصلة عن حركة الموصوف بالقدم. ساعتها هتعمل ايه؟ هتقف تناقشه؟ ده يبقى تافه، ده ما يستاهلش تقف تضيع وقتك مع تناقشه، لانه جاهل جهول، جاهل وجهول. هو لما لقى نفسه متحرك كل شويه لم يرى من يحركه، ظن ان الحركه نابعه منه، فقال لي اراده، ظن كاذب، والحقيقه انه يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. أن يكون العبد شبحا بين يدي الله سبحانه تجري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام قدرته سبحانه وتعالى، في لجج بحار توحيده، بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته، في حقيقة قربه بذهاب حسه وحركته. بيوصف الظل، بيوصف الظل واضحة. أنت الوقت ظل الصفة دون أن تحل الصفة فيك، ودون أن يحل الموصوف فيك، لأن هناك فارق بين المخلوق والخالق. فهمت المعنى؟ وضربوا لها مثال، مثال إيه؟ مثال الصورة في المرآة. أنت صورتك في المرآة، هل لو كسرت المرآة تتأثر أنت؟ لا تتأثر. لكن لولا وقوفك أمام المرآة هل يكون هناك صورة في المرآة؟ يبقى وقوفك أمام المرآة لابد من ظهور الصورة في المرآة، فوجود الله لابد من ظهور الصور في الأكوان، وجود صفات الله عز وجل دون أن يحل فيها ودون أن ينتقل سبحانه وتعالى. وضربوا لها مثال آخر بالماء في الثلج. أنت قطعة الثلج بتشوف فيها المية؟ لا ترى فيها الماء، لكن الماء هو صلب حقيقتها، كالماء في الثلج، كصورة المرآة، كالظل المتحرك بمحركه. كل دي صفات يحاول يقربونها في ذهنك لتتعلم العلاقة بين صفات الله عز وجل وظهور أثرها في الخارج. ثم بعد ذلك إذا انطبع هذا في ذهنك علمت أنه لا خارج أصلا، لا خارج ولا داخل بقى، تفهم أنه أقرب إليك من حبل الوريد، تفهمها، تفهم أنه ظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء، تفهم أنه قريب في بعده بعيد في قربه، ظاهر في بطونه باطن في ظهوره. تفهم كل الحاجات دي بقى سهلة، كالروح فيك، أنت روحك فيك قريبة لكل ذرة من جسدك، لكن لا تحل في أي حتة في جسدك، بدليل أنك أنت بتنام وتتوفى وروحك تنطلق وجسدك لسه شغال وهي تنطلق في المنامات زي ما عايز. وكذلك عند خروج الروح في الموت تنطلق الروح وتترك الجسد يدخل القبر وهي منطلقة في حتة تانية، زي ما تكون كنت راكب عربية ورحت ايه راكب العربية في الجراج وخرجت انت بره، طب والعربية يعني جوه الجراج معناها انك انت وراكنها في الجراج معناها انك انت محبوس في الجراج؟ لا، ده انت في حتة تانية كتير، ده انت منطلق في 100 حتة بس العربية في الجراج. كذلك علاقة الروح بالجسد، وبالرغم انها هي مع الجسد وليست من الجسد، ومع الجسد في كل قطعة فيه وقريبة من كل قطعة فيه وهي بعيدة ايضا عن كل قطعة فيه، بدليل انك لو قطعت قطعة من الجسد لا تتأثر الروح، فهي قريبة وبعيدة، ظاهرة وباطنة، لا مكان لها في الجسد وهي في كل مكان في الجسد.
وعشان كده وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا كنت أنت في نفسك هكذا فكيف تدعي أن الله سبحانه وتعالى في مكان دون مكان؟ إذا كنت في نفسك أنت كذا ومخلوقة الروح فيك وهي في كل مكان دون أن تحل في مكان، في كل مكان في جسدك دون أن تحل في مكان في جسدك، دون أن تتأثر بجسدك، لو احترق لو مات لو قطعت أجزاؤه قطعا قطعا لا تتأثر الروح بها، وفي نفس الوقت هي قريبة من كل جزء فيه بدليل أنك تشعر بكل جزء في جسدك. فهمت بقى المعنى؟ وعلى شكلة تجد ان انسان سافه وتفيه وتفيه وتافه اللي يقعد يقول لك ربنا في السماء مستقر على العرش قاعد كده دون ان يحل فيه، دون ان ده انت مش فاهم حاجه خالص بقى، ده انت مش واخد بالك خالص، ده انت قاعد بتقيد الامور بقيود من تطورك ايها الجاهل الظل الذي لا حركه لك الا بحركه محركك. فهمت بقى المعنى؟ وعلشان كده علماء التوحيد ما عادوش يناقشوا المناقشات السفهة والتفهة اللي هي بتاعت العالم اياهم اللي انت عارفهم دول اللي يعملوا لك مش عارفوا يعتبوا مرسقات. طب ما ربك قال وهو معكم اينما كنتم، زي ما قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، زي ما قال فاينما تولوا فثم وجه الله. ايش معنى بقى انت عايز تلغي كل الايات دي وتقول هو في السماء بس؟ شيء عجيب، شيء عجيب يا اخي. طب ما في ايات قايل لك كده فاينما تولوا فثم وجه الله، وقايل وهو معكم اينما كنتم، قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، كانه واضحه اهي. وضرب لك مثلا من نفسك، من عرف نفسه عرف ربه. اين الروح منك؟ انك لا تدري كيف تقول. اين العقل والفهم منك اذا انت كنت في النوم؟ قل لي يا دلول يا جهول، مش كده قال لك كده الامام السيوطي الشعر اللي قريناه المره اللي فاتت؟ فيبقى الواحد يعرف ان الامور كلها فوق قدره الوصف، يقوم ساعتها يتفكر في الصفات ولا يتفكر في الذات، لان لا يعلم كنها الذات الا سبحانه، والعجز عن الادراك هو عين الادراك. فهي ذات موصوفة أثر صفاتها نراها في الأكوان، ولكن هناك فرق كبير بين الصفة وأثرها وبين الموصوف سبحانه وتعالى، كالفرق بينك وبين ظلك، كالفرق بينك وبين صورتك في المرآة، فرق كبير لا يوجد هناك نسبة أصلا. وهو أن يرجع آخر العبد إلى أوله. يرجع آخر العبد إلى أوله يعني إيه؟ أوله إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان عدم، ارجع للعدم تبقى موحد. إنما طول ما أنت شايف لنفسك وجود هتبقى موحد إزاي؟ ما أنت شايف أنك موجود مع الله تبقى أنتوا اتنين، يبقى موحد فين؟ ارجع لأصلك. أن يرجع العبد إلى أوله، كان الله ولم يكن شيئا معه، إرادة الله. هل في الأكوان إلا الله؟ أي فاعل مريد محرك قادر، دون أن تكون فيه بمعنى الظرفية، دون أن تكون كان بمعنى الماضي في الزمان، كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الآن أعلم عليه كان. فكان لا تحمل معنى الزمان ولا في تحمل معنى المكان والظرف، لأنها تعلقت بمن خلق الزمان والمكان فتفرغت من معناها المكان والزمان. هدي لك مثال، لما نيجي نقول رأى سيدنا محمد ربه عند سدرة المنتهى، الجاهل الضلول الذي لا يدري كيف يبول يقول ايه؟ يقول ان ربنا عند سدرة المنتهى. هذا هو الجاهل الضلول الذي لا يدري كيف يبول. انما انت تفهم ان المكان سيدنا محمد حال تجلي الله عليه كان عند سدرة المنتهى، لان سدرة المنتهى مكان وسيدنا محمد مخلوق يليق به المكان. يبقى سيدنا محمد رأى ربه حال كون سيدنا محمد عند سدرة المنتهى لا حال كون الله عند سدرة المنتهى. تفهم كده؟ زي المثال ايه؟ لأن المكان يليق بالمخلوق، إنما المكان ما يليقش بالخالق.
فلما أقول رأى سيدنا محمد ربه عند سدرة المنتهى، عند دي ظرف مكان، طب مين اللي يليق به المكان، ربنا ولا سيدنا محمد؟ يبقى سيدنا محمد رأى ربه حال كون سيدنا محمد عند سدرة المنتهى، كما تقول أنت رأيت القمر فوق السطح. طب القمر يعني هو اللي قاعد فوق السطح في عشة الفراخ، ما شالوا العشة بعد انفلونزا الطيور، حتى القمر مش هلاقي له مكان يبات فيه. يبقى لما تقول رأيت القمر فوق السطح، يعني القمر هو اللي كان فوق السطح ولا انت اللي كنت فوق السطح يا ضلول؟ كيف رأيت ربي عند سدرة المنتهى، يبقى مين اللي عند سدرة المنتهى؟ انت. افهم المعنى، ادي المعنى. لكن يقولك العالم الجاهلة يقرا حديث الاسراء يقولك اهو اكبر دليل ان ربنا في السماء، شوف رأى ربه عند سدرة المنتهى. يا ضلول يا ضلول يا وانطجي، انك لا تدري اكل الخبز انت لا تعرفه، بل لا تدري كيف تبول. جاي تتكلم لي على شغلانات انت مش قدها. اما نقول عند دي ظرف مكان ايها الجهول، والمكان لا يليق الا بالمخلوق لانه كان الله قبل خلق المكان. يبقى اما نقول رأى محمد ربه عند سدرة المنتهى، اي في مكانه الذي رأى ربه فيه كان واقفا عند سدرة المنتهى، ده سيدنا محمد. لكن الله سبحانه وتعالى قريب لسيدنا محمد وهو في مكة كقربه وهو عند سدرة المنتهى. الله سبحانه وتعالى اقرب اليك من حبل الوريد، القرب واحد. ما تفتكرش انه هو عند سدرة المنتهى كان اقرب من ربه مكانا من وجوده وهو في مكة في بيت أم هانئ حيث أسري وبدأ الإسراء منه، أبدا. ده الحكاية كلها، ده بيقول لك اسجد واقترب وهو أقرب إليه من حبل الوريد. لكن ده مكان سيدنا محمد لرفعة مكانه، أراد الله أن يرفع مكانة هذا النبي فأوقفه في مكان لم يقف فيه مخلوق قبله، ليبين أنه ليس كسائر المخلوقات، أنه سيد الأكوان، فأوقفه في مكان لم يقف فيه مخلوق قبله. يبقى رفع مكانته، ورفع مكانته فتجلى عليه في هذه المكانة الرفيعة، فكان مكان النبي هذه المكانة الرفيعة. أما الله فهو سبحانه وتعالى أينما تولوا فتم وجه الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن إسراء سيدنا يونس كان في بطن الحوت في قاع البحر، وإسراء سيدنا محمد كان عند سدرة المنتهى. فلا تظن أن يونس وهو في بطن الحوت في قاع المحيط كان أبعد عن ربه مني حال كوني عند سدرة المنتهى. فلا تفضلوني، فالله في القرب واحد. لا تفضلوني على يونس بن متى، فهي تنفي الجهة. فكان قربه من سيدنا يونس وهو في بطن الحوت في قاع المحيط في الظلمات كقربه من سيدنا محمد وهو عند سدرة المنتهى، لأنه لا مسافة أصلا، مفيش مسافة. المسافة دي عندنا احنا، إنك لا تقطع سيرك إلى الله لا بالمسافات الحسية، بل بأن تترك نفسك إليه تجده أقرب إليك منك. فالحجاب أنت المحجوب، أما الله سبحانه وتعالى ليس بمحجوب، لأنه لو كان محجوبا لكان مقهورا وقاهر فوق عباده. أنت المقهور، حجبك مع شدة قربه منك. فهمت بقى المسألة؟ وأشكرها أي الإيه سيدنا إبراهيم الدسوقي، اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مرار الجلال وقطب فلك الجمال، اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي وأقل عثرتي وأذب حزني وحرسي وكلي، وخذني إليك مني. شوف بقى، خذني إليك مني، يعني أنت اللي حاجب نفسك، حجابك هو نفسك. خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. لو دققت النظر البصيرة لوجدت الله في كل شيء، ظاهرا في كل شيء، باطنا لكل شيء، قريب من كل شيء، بعيد عن كل شيء، سبحانه وتعالى ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره، قريب في بعده، بعيد في قربه. فهو الله على ما عليه كان سبحانه وتعالى، ولا شيء في الوجود إلا الموجود سبحانه وتعالى، أي الحقيقة. توحيد الصوفية ده بقى اللي أنا بحكيه لك ده كله، في شرك
الكلام اللي انا بقوله لك كله بقى بيدعوا ان الصوفية دول مش فاهمين التوحيد. تصور بقى لو دول اللي مش فاهمين التوحيد يبقى مين اللي فاهم التوحيد؟ يعني لو المعاني اللي احنا بنقولها دي مش هي دي التوحيد، امال يبقى التوحيد ايه؟ يبقى التوحيل بتاعها هتغير الدال ونخليها لام. يبقى هم عندهم التوحيل واحنا عندنا التوحيد، والحمد لله رب العالمين. وعلى شكرا قال وانشلني من اوحال التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والترديد الى فضاء تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو ان يرجع اخر العبد الى اوله فيكون كما كان قبل ان يكون، كما كان قبل ان يكون سبحانه. وسئل البوشنجي عن التوحيد فقال غير مشبه الذوات ولا منفي الصفات. يعني ذاته ليست كسائر الذوات، وهي ذات موصوفة غير منفية الصفات. كلام جميل، ليس كمثله شيء. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا الحسين العنبري يقول، سمعت سهل بن عبد الله يقول، وقد سئل عن ذات الله عز وجل فقال ذات الله تعالى موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. كلام في منتهى الوضوح، كلام في منتهى الوضوح، مش عايز يعني زيادة بيان. سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. مش ربك بيقول ولا يحيطون به علما؟ طب ما انت الوقت لو احط به علما تبقى الآية دي ليس لها وجود، ولكن الآية دي خبر، والخبر غير قابل للنسخ وغير قابل لانك تحدده بحال الدنيا. بل لا يحيطون به علما، حتى اهل الجنة لا يحيطون به علما، حتى الملائكة لا تحيط به علما، حتى الانبياء والمرسلين لا يحيطون به علما. افهم المعنى، لا يحيطون به، لانهم لو احاطوا به علما لكانوا أدركوه إدراك كامل، والإدراك الكامل معناه الطهر، معناه أنك استوعبته في عقلك، واستيعاب الشيء في العقل معناه أنه قهر، صار مقهورا بعقلك، والله قاهر فوق عباده. فهمت المسألة بقى؟ فعلشان كده لازم تذعن أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنه ذاته، بل لا يدرك كنه ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. وقال الجنيد أشرف كلمة في التوحيد ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. اللي هو قال عنها سيدنا محمد الجويني إمام الحرمين، قال العجز عن الإدراك هو عين الإدراك، قالها كده شيخ الإمام الغزالي، قال العجز عن الإدراك هو عين الإدراك. يعني لابد أن الإنسان يدرك أن عقله له حدود وله سقف معرفي لا يستطيع أن يخترقه، فإذا وصل إلى هذا السقف المعرفي وعجز واستسلم يبقى قد أدرك حقيقة نفسه، فعرف ربه بمعرفة عجزه عن إدراك ربه. هذه المسألة حكاية سهلة. قال الأستاذ أبو القاسم ليس يريد الصديق رضي الله عنه أنه لا يعرف، لأن عند المحققين العجز عجز عن الموجود دون المعدوم، كالمقعد عاجز عن قعوده إذ ليس بكسب له ولا فعل والقعود موجود فيه، كذلك العاجز. يعني بيقول لك إن العجز مش معناه عدم المعرفة، العجز هنا مش عدم المعرفة، ده المعرفة مطمورة فيه لكن هو عاجز عن إدراكه أو عاجز عن التعبير عنها، كالمشلول الحركة فيه إلا أنه لا يستطيع أن يظهرها في الخارج. فهمت إزاي؟ المشلول العاجز ده عن الحركة، الحركة موجودة فيه لكنه لا يستطيع لها ظهور في الخارج، كذلك المعرفة إدراكها لا يستطيع أن يعبر عنها في الخارج لأنه لا يوجد تعبير بالقول عنها لأنها صفة قديمة، فكيف يعبر عن القديم بالحادث واللغة حادثة؟ وعشان كده لما يحاول يعبر عنه باللغة الحادثة يحصل هنا اللبس، يحصل هنا اللبس وسوء الفهم.
وعند هذه الطائفة المعرفة به سبحانه في الانتهاء ضرورية. يعني ايه؟ في معرفة مكتسبة بالدليل يسموه علم، وفي معرفة ضرورية ليه ما تحتاجش الدليل. المعرفة الضرورية كشعورك انك جائع. هل انت لما تبقى جعان تقول لنفسك اديني دليل ان انا جعان عشان تأكل نفسك، ولا بمجرد ان تشعر انك جعان حتى لو الناس كلها اجتمعوا وقالوا لك انت مش جعان تقول لهم انتوا كلكم كذابين، انا اضرب نفسي انا جعان انا عايز اكل. كل الناس يقولوا لك لا وريني عينك كده، طب افتح بقك لا انت مش جعان. يا سيدي انا جعان، انا اللي دريان بنفسي، انا عطشان. لا انت مش عطشان، طب وريني لسانك. لساني ايه؟ انا اضرب نفسي انا عطشان. يبقى معرفتك بالعطش والجوع اسمها معرفة ضرورية غير قابلة للإنكار، ما تقدرش تنكرها ولا تحتاج لدليل. علشان كده الصوفية يبدأ الأول عبادة ربه بالعلم بالدليل، وينتهي مع الترقي إلى المعرفة الضرورية حيث أنه لا يستطيع إنكاره أصلا، حيث أنه وجده موجود في كل شيء، ظاهر في كل شيء، فتبقى أصبح عنده معرفة ضرورية. يعني غير لا تحتاج لدليل وغير قابلة للإنكار أصلا، لا تحتاج لدليل وغير قابلة للإنكار أصلا. يبقى الدليل ده في مقام السلوك لسه، انما في مقام العارف فصارت معرفته بالله معرفه ضروريه، كاحساسك ان النار تحرق، واحساسك انك جائع، وانك متعب عايز تنام، وانك مستريح، وانك عندك مغص. الحاجات دي كلها محتاج فيها الدليل، ولا شعورك هو ما تقدرش تنكرها لانك انت شاعر بيها. فلو وقف العالم كله وقال لك الله غير موجود تقول لهم خلاص بذرهم في خوضهم يعممون، انا بس عارف. وعشان كده سيدنا ابراهيم واجه العالم كله، وكان هو الوحيد اللي مؤمن على وجه الارض في عصره، لكن هل لما واجه كل العالم مطبق على الكفر اهتز ايمانه بان الله موجود؟ لانه معرفته ضروريه، معرفته في قلبه ضروريه. فهمت المعنى؟ انكار اصلا لا تحتاج لدليل وغير قابله للانكار اصلا. يبقى الدليل ده في مقام السلوك لسه، انما في مقام العارف فصارت معرفتي بالله معرفه ضروريه، كاحساسك ان النار تحرق، واحساسك انك جائع، وانك متعب عايز تنام، وانك مستريح، وانك عندك مغص. الحاجات دي كلها محتاج فيها الدليل، ولا شعورك هو ما تقدرش تنكرها لانك انت شاعر بيها. فلو وقف العالم كله وقال لك الله غير موجود تقول لهم خلاص فذرهم في خوضهم يعمهون، انا بس عارف. وعشان كده سيدنا ابراهيم واجه العالم كله، وكان هو الوحيد اللي مؤمن على وجه الارض في عصره، لكن هل لما وجد كل العالم مطبق على الكفر اهتز ايمانه بان الله موجود؟ لانه معرفته ضروريه، معرفتي في قلبي ضروريه. فهمت المعنى؟ المعرفه الضروريه غير المعرفه المكتسبه التي تحتاج لدليل. يبقى التصوف هو سلوك ترتقي فيه من العلم المكتسب المفتقر إلى دليل إلى العلم الضروري الذي لا يحتاج لدليل، فتنقلب من إنسان يعبد من وراء حجاب إلى من يعبد الله بلا حجاب. فهمت بقى المعنى؟ أدي الصوفي الحقيقي. ولا سبيل للانتقال من المعرفة بالدليل من العلم بالدليل إلى المعرفة الضرورية إلا بسلوك طريق التصوف. ده كلام الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال نفسه، لأنه قضى عمره كله في العلم الدليلي، العلم الدليلي قضى عمره كله فيه، وقعد يذاكر وألف مصنفات وناقش الفلاسفة، قال لم أصل إلى العلم الحقيقي المعرفي الضروري إلا بسلوك طريق القول. فلما سلك طريق القوم على سنة النبي وصل إلى العلم الضروري الذي لا يفتقر إلى دليل. هدي لك أنا مثال. أنت الوقت لما تبقى جاي الدرس هنا وعارف أنت العربية اللي بتجيبني، فجيت أنت ماشي في الشارع شفت العربية، تبقى العربية دليل إن إحنا موجودين هنا مش كده برضه؟ لكن أنت شفتنا. طب ما ممكن العربية مركونة هنا لأنها عطلت مني امبارح هنا فركنتها هنا وبت أنا في حتة تانية، مش محتمل؟ محتمل. لكن ده دليل غالب
ان دول هنا اكيد يعني. طيب تقوم تفضل ماشي كده تقول يا ربي هو لكنها من المره اللي فاتت ولا جه النهارده والدرس ابتدى، تفضل تشاور في عقلك لكن بترجح في قلبك انه غالبا هم هنا، لحد ما توصل لواقع الافراك وتخش تلاقينا قاعدين. ساعتها عايز دليل بقى ولا عايز عربيه؟ طب لو جيت انت دخلت من الباب الثاني ما مرتش على العربيه اللي هي الدليل، دخلت علينا على طول، محتاج تروح تشوف العربيه الدليل على اننا موجودين؟ ادي الفرق بين بقى المعرفة وبين العلم. العلم عايز دليل، المعرفة مش عايزة دليل. فهمت بقى المسألة؟ المعرفة مش عايزة دليل. وعلشان كده سيدنا الامام الرازي كان مؤلف كتاب بيرد على الملاحدة عصره، فجاب حوالي 1000 دليل على وجود الله. ولما جاء دخل بغداد اهل بغداد كلهم اتقلبوا، وكل اهل بغداد واقفين يقابلوا الامام الرازي الامام العلامه الكبير اللي الف كتاب فيه 1000 دليل على وجود الله. واحده ست بسيطه راحت تجيب الخضار للعيال، شايفه الدنيا مقلوبه في بغداد، ايه ده؟ هي راحت تجيب شويه طعميه وشويه خضار، عايزه تعمل ملوخيه تعمل محشي، ما عندهاش هي المشاكل دي. فبتقول ايه الدنيا مقلوبه كده؟ قالوا لها اسكتي، ده في عالم جاي بغداد النهارده معاه كتاب فيه 1000 دليل على وجود الله. قامت قالت سبحان الله، أفي قلبه 1000 شبهة على وجود الله حتى يحتاج إلى 1000 دليل؟ سبحان الله. وراحت سايبة الجماعة دي وراحت اشترت الخضار وروحت. ليه؟ لأن دي في المعرفة، هي ما عندهاش الشبهة دي، ده هي عندها علم ضروري. فهمت بقى؟ عندها علم، مش محتاجة تتناقش أي دليل من الأدلة دي، لأن هي شايفة إن ده تضييع وقت وسفسطة فارغة. فهمت؟ هي في مقام فأينما تولوا فسمى وجه الله، مش محتاجة هي أدلة على إيه. وعند هذه الطائفة المعرفة به سبحانه في الانتهاء ضرورية. فهمت يعني إيه ضرورية بقى؟ فالمعرفة الكتبية في الابتداء اللي هي تحتاج لدليل، الخالق المخلوق دليل على هناك خالق، والحركة تدل على المحرك، والفعل يدل على الفاعل، والأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ ده مبتدئ قوي، ده مبتدئ خالص، ده لسه بيستدل عليه بالأثر. هل كان لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو الدل عليك؟ فهمت ازاي؟ ده سيدنا ابن عطاء بيسأل اهل الدليل، بيقول لهم يا اهل الدليل، هل الدليل له من الظهور ما ليس لله فيكون هو الدل على الله؟ فالله ظاهر في كل شيء، انت لسه محتاج تروح لدليل مظلم؟ ده الله هو الذي اظهر الدليل، لم يظهر الدليل الا بظهور الله فيه. فهمت بقى المسألة؟ فالمعرفة الكسبية في الابتداء، وإن كانت معرفة على التحقيق فلم يعدها الصديق رضي الله عنه شيئا بالإضافة إلى المعرفة الضرورية كالسراج عند طلوع الشمس وانبساط شعاعها عليه. اللي معاه العلم بالدليل زي اللي ماشي في شمعة في ضلمة، ده اللي معاه العلم بالدليل، لكن اللي معاه المعرفة ده الشمس طلعت هيحتاج الشمعة؟ يرميها بقى، مش محتاج ولا نجفة حتى ولا 10 لومد ولا 100 لمبة، خلاص كله بالنسبة لضوء الشمس وظهورها لا شيء. مش كده برضو؟ سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أحمد بن سعيد البصري بالكوفة يقول، سمعت من الأعرابي يقول، قال الجنيد، التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث، إفراد القدم اللي هو القديم سبحانه عن الحادث اللي هو المخلوق كل ما سوى الله، والخروج عن الأوطان وقطع المحال وترك ما علم وجهل، وأن يكون الحق سبحانه مكان الجميع. تيجي تسأله عن أي حاجة يقول لك الله، رايح فين؟ الله، أنت مين؟ الله، جعان؟ الله، ساكن فين؟ الله. تقول الراجل اتجنن ده ولا ايه؟ طب سلام عليكم، الله، حتى ما اقولكش وعليكم السلام. يبقى هو خلاص خرج عن كل شيء، عن كل ما له، لا يرى الا الله، لانه فنى حتى عن نفسه. فهمت بقى المعنى؟ وقال يوسف بن الحسين، من وقع في بحار التوحيد لا يزداد على ممر الاوقات الا عطشا، فلا يسموه مقام ايه؟ مقام وزدنا فيك افتتانا او حيره، مقام الحيره او الافتتان. مش كده برضه؟
كلما تجلى الله له بمعلومة ومعرفة زائدة، كلما تعطش أكثر لمعرفة المزيد وقل رب زدني علما. ده سيد المرسلين أعلم الخلق أجمعين، بيقول زدني علما. يبقى العلم لا نهاية لبحاره، لا نهاية لبحاره. فينك أنت بقى وانت في ذيل القائمة؟ إذا كان سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا رسول الله أعلم الخلق أجمعين بيقول رب زدني علما، هتروح انت فين؟ وبعدين في الآخر تقول لا أنا فاهم، أنا عارف ليه بيعمل كذا، أنا بناقش. ناقش انت يا بقى، يا بعوضة، يا ناموسة، يا هاموشة. مش الرسول بيقول كده: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. يعني الناموس، يعني النبي بالنسبة عقله بالنسبة لنا احنا كعقل الرجل الكامل بالنسبة لعقل الناموس. وبعدين تجد الناموسة دي لابس بدلة ومعاه دكتوراه وقاعد في ايه، في قناة من قنوات الفضائيات، هذه الناموسة، وقاعد يناقش كلام النبي ويناقش كلام الله عز وجل، هذه الناموسة والبعوضة، ويدعي هذا ولابس كرافته بقى وحاجة كده، ولك سعادة البيه الفلاني، وهو مش بيه ولا حاجة، ده ناموس. ما هو النبي قال عليه كده صلى الله عليه وسلم. فلما تتفرج على هؤلاء الناموس والهموش لا تعر بهم علما، لأنهم حيضيع وقتك، وبعدين يمكن يقرصوك، وبعدين يخلوك تهرش، يعني يجيلك الشك. تهرش يعني يجيلك الشك، بعد ما كنت بتعبد بلا شك يدخل لك الشك، فتفضل قلبك يهرش زي ما الناموسة في الحس تهرتك تقعد تهرش، لكن الهرشة اللي في القلب ملهاش مرهم يضيعها إلا إنك تقعد مع العلماء العارفين، هم اللي يعرفوا يضيعوها، هم دول مرهم الزمان. فهمت ازاي؟ انما لو ما قعدتش معاهم هيفضل عندك ارتكارية في قلبك، تفضل تضايقك وتمنعك عن العبادة والترقي فيها، فتجد نفسك بتذكر وما فيش انوار وبتعبر وما فيش حلاوة ولا تذوق حلاوة الايمان. فهمت بقى المسألة؟ فعلى شكرا ما تضيعش وقتك مع هؤلاء الناموس حتى لا يعضوك، ثم بعد ذلك يجعلوك تصاب بالجرب والهرش اللي هو ايه، اللي هو الشبه يعني. وقال الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده. طبعا اصل علم التوحيد دليل ان هناك باحث عن العلم نفسه، ثم مستدل، ثم دليل، ثم مدلول، يعني شوف كم حاجة، والتوحيد حاجة واحدة. عشان كده بيقول علم التوحيد مباين، ده مختلف عن التوحيد اصلا، لان التوحيد انك تترك الدليل للمدلول، تترك نفسك الى الواحد. فهمت بقى المعنى؟ ادي كلامهم، كلامهم واضح، بس بيتكلموا على مقام العلم الضروري مش العلم المكتسب. فهمت بقى المسألة؟ اللي هي لما تبقى زي ما قلت لك، انت دخلت هنا محتاج واحد يدلك، يقول لك لا انت شايفنا قاعدين، يقول لك لا تعالى بس اما نتأكد كده نشوف الاحذية بتاعتهم برا ولا لا، طب تعالى بس نشوف العربيات بتاعتهم ركنة برا ولا لا، طب ليه يا ابني؟ ما يمكن جم من غير عربية، ما يمكن جم حفيين، انا مالي حد، يمكن جايين بشباشق مش بأحذية، انت هتضيع وقتي ليه في الادلة؟ انا خلاص مع الحق. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده بيقول لك اللي قاعد يبحث في الادلة دي ده مضيع وقته. ادخل بقى، ادخل الى الحضرة، ادخل الى الحضرة، وان الى ربك المنتهى، حضرة رب العالمين، تجد رسول الله هناك. فاذا وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك امام الحضرة فحققت، فلم تجده شيئا لانه مخلوق مع الخالق، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الحكاية سهلة. أو كظلمات في بحر اللجي، ظلمات الشبه، ظلمات الأدلة، ظلمات الدليل والمدلول، ظلمات البحث والوصول. فإذا وصل خلاص انكشعت هذه الظلمات، وكانت الأول كالسراب، حتى إذا جاء ولم يجد شيء، لم يجد الدليل شيء عند ظهور المدلول. فهمت المسألة؟ يا رب علمنا. علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده مفارق لعلمه. طبعا واضح الحكاية بقى. وقال الجنيد أيضا: علم التوحيد طوي بساطه منذ 20 سنة والناس يتكلمون في حواشيه. ده بيتكلم على أيامه، أمال إحنا بقى فين؟ ربنا يتغمدنا برحمته.
سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن أحمد الأصبهاني يقول: وقف رجل على الحسين بن المنصور فقال: من الحق الذي يشيرون إليه؟ فقال: معل الأنام ولا يعتل. معل الأنام ولا يعتل، يعني ممرض الأنام ولا يصيبه شيء، أو معل الأنام أي العلة في وجود الخلق وهو لا علة لوجوده. انت ازاي تحتمل كده وتحتمل كده؟ وسمعته يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت الشبلي يقول: من اطلع على ذرة من علم التوحيد ضعف عن حمل بقة لثقل ما حمله، يعني ما يتحملش اي حاجة بعد كده خلاص لاستيعاب كل ذلك بكل ذرات جسده، حيث انه لا يستشعر حتى ان له جسد او قوة او حمل، فصار لا قوة له الا بالله، لا قوة بنفسه. فإذا كان لا قوة بنفسه يبقى لا يستطيع أن يحمل حتى ولو بقى، لأنه خلاص خرج عن نفسه، خرج إلى قوة الله سبحانه وتعالى. فإذا نظر إلى نفسه يجدها لا قوة لها، فلا يستطيع أن يحمل بقى، لأنه انبرى وتبرى من قوته إلى قوة الله عز وجل، فلا يرى لنفسه قوة مع القوي، ولا قدرة مع القادر، ولا علم مع العالم سبحانه، ولا حياة مع الحي، ولا قيومية مع القيوم، لا يرى لنفسه شيء. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول: سئل الشبلي فقيل لو أخبرنا عن توحيد المجرد وبلسان حق مفرد، فقال: ويحك، من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد، لأن العبارة حاجة والتوحيد ألا عبارة، ما التوحيد حاجة واحدة، والعبارة دي معناها ان في حاجة مع التوحيد، والمفروض التوحيد ما فيش حاجة معاه. فهمت ازاي؟ قال له: ويحك، من اجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد، ومن اشار اليه فهو ثانوي، لانه شاف نفسه مع الله يبقى اتنين، ومن اومى اليه فهو عابد وثن، لانه اشار الى جهة والله لا جهة، ومن نطق فيه فهو غافل، لانه بينطق عن جهل، لانه لا يحيطون به علما. فهمت الكلام؟ كلام حلو. ومن سكت عنه فهو جاهل، وما يعمل ايه؟ العجز عن الادراك هو عين الادراك، لازم توصل لسقف معرفة تعرف ان العقل عاجز. ومن توهم انه واصل فليس له حاصل، ومن رأى انه قريب فهو بعيد، ومن تواجد فهو فاقد، وكل ما ميزتموه باوهامكم وادركتموه بعقولكم في اتم معانيكم فهو مصروف مردود اليكم، محدث مصنوع مثلكم. يعني الله على خلاف ما تتوهمه، حتى فوق ما تظن من تنزيهه، لان انت عندك التنزيه مثلا له اقصى حد، الله بقى فوق اقصى حد في تنزيهك، الله منزه عن تنزيهك. شفت قد ايه؟ وده معنى قدوس. قدوس اي مطهر عن ان تدركه الاوهام او ان تنزهه العقول التنزيه اللي يليق بقدره سبحانه وتعالى، فهو فوق كل قدر ومنزه عن كل تنزيه وفوق كل علم سبحانه وتعالى. وقال يوسف بن الحسين: توحيد الخاصة أن يكون بسره ووجده وقلبه، كأنه قائم بين يدي الله تعالى يجري عليه تصريف تدبيره وأحكام قدرته في بحار توحيده بالفناء عن نفسه وذهاب حسه بقيام الحق سبحانه له في مراده منه، فيكون كما هو قيل أن يكون كما هو قبل أن يكون في جريان حكمه سبحانه عليه. يعني ارجع لأصلك، أنت لا حركة لك ولا قوة إلا بالله، ارجع لأصلك، لا تظن أن لك حركة مع الله، لك إرادة مع الله، لك اختيار مع الله، لك تدبير مع الله، بل هو المحرك، هو المختار، يفعل ما يشاء بقدرته، يحكم ما يريد بعزته، يخلق ما يشاء ويختار، يدبر الأمر، يفصل الآيات، كل الحاجات الحقائق اللي انت قاعد بتقولها دي كلها، طول النهار قاعد تقول اياك نعبد واياك نستعين، بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، امال بتقول اعتبر لنفسك قوه ليه؟ يبقى لازم تخرج عن كل هذا وتتحقق بهذه الامور. وقيل: التوحيد للحق سبحانه والخلق طفيلي، يعني التوحيد دي صفه الحق، والخلق دول حاجات زايده كده طفيليه لا وجود لها في الحقيقه. وقيل: التوحيد إسقاط الياءات،
الياءات اللي هي ياء الملكية. تقول توحيدي علمي إدراكي معرفتي إسلامي إيماني، كل دي ياءات ملكية أصلا أنت لا تملك شيء، الملك هو الله. فالتوحيد إسقاط الملكية، الملك واحد، كل ياءات الملكية دي ما فيهاش. افهم، يبقى التوحيد إسقاط الياءات، لا تقول لي وبي ومني وإلي، بل من هو إليه سبحانه وتعالى. وقيل لأبي بكر التمسطاني ما التوحيد؟ فقال توحيد وموحد وموحد، هذه ثلاثة. فين التوحيد بقى؟ بيحيره علشان يفهمه، بيقول له ده التوحيد ده يا ابني يحتاج موحد وموحد، مش كده برضو؟ وتوحيد اللي هو المصدر نفسه الفعل القائم للموحد، طب دول ثلاثة واحنا عايزين واحد. حيره. قال روين التوحيد هو آثار البشرية وتجرد الألوهية. التوحيد ده هو رسم البشرية باعتراف وجود الألوهية، ده مجرد رسم بس، مجرد رسم بس. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه سبحانه وتعالى. ولما خلق الخلق صاروا رسوما، فشهد الملائكة وأولو العلم كمان معه كرسوم، لكن الحقيقة أنه هو الذي وحد نفسه قبل أن يوحد خلقه. فأثبت التوحيد الرسمي اللي هو الرسوم بقوله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي شاهدوا أيضا من له لا إله إلا هو. وأثبت التوحيد الحقيقي بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. سمعت أبا علي الدقاق يقول في آخر عمره وكان قد اشتدت به العلة، فقال من أمارات التأييد حفظ التوحيد في أوقات الحكم، ثم قال كالمفسر لقوله مشيرا إلى ما كان من حاله، هو أن يقرضك بمقاريد القدرة في إمضاء الأحكام قطعة قطعة وأنت شاكر حامد. التوحيد الحقيقي أنك أنت تبقى موحد شايفه هو الفاعل فيك وفي غيرك بلا اختيار لك مع كمال الطواعية، هو ده التوحيد. يعني لما يجري أحكامه عليك وعلى خلقك تبقى راضي في كمال الرضا وكمال الاستسلام، هو ده الموحد، لأنه يرى أن الفاعل واحد. يبقى التوحيد ما يظهرش أثره في الخارج إلا بجريان القضاء والقدر عليك، وعشان كده القضاء والقدر ربنا أجرأ علينا بحلوه ومره علشان يظهر أثر التوحيد. تقبل أنه هو الذي يخلق الأوامر ويختار ويقدر المقادير ويجري الأحوال عليك باختياره وحكمته وقدرته، تقبل ذلك وترضى، أم لك اختيار مع اختياره فأنت غير موحد، أم لك تدبير مع تدبيره فأنت غير موحد، أم لك أمل في الحصول على شيء لم يكتبه لك وتعلق قلبك به فتعلق بغيره فتقول أنا موحد وأنت متعلق بغيره، ايه حكايتك بالضبط؟ وعلشان كده من علامات التوحيد هي كمال التسليم اللي بتمر بمراحل الرضا والتوكل والمحبة والأنس. فإذا كان في هذه المقامات لو قردك بمقاريد العذاب كلها لا لاستعذبت العذاب. علشان كده قالوا ان ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، وقالوا ان الجمرة في يد الحبيب تمرة، مش كده برضو؟ لما تعرف ان الامور جاية من الله، طالما من الله خلاص. وقال الشبلي ما شم روائح التوحيد من من تصور عنده التوحيد. طبعا المتصور نفسه انه هو اللي موحد بنفسه يبقى ما شمش عين التوحيد. انت موحد بالله، هو الذي هداك وهو الذي خلق التوحيد في قلبك وهو الذي أعانك على النطق به، فهو الذي وحد نفسه على لسانك ووحد نفسه في قلبك ووحد نفسه في سرك سبحانه وتعالى، وأنت لم تفعل شيء، هو الفعال لما يريد، خلق ما شاء وجعل لأهل الجنة أهلها ولأهل النار أهلها، فما بك من توفيق فمن توفيقه وما كان من خذلان فبخذلانه سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام.
وقال أبو سعيد الخراز: أول مقام لمن وجد علم التوحيد وتحقق بذلك فناء ذكر الأشياء عن قلبه وانفراده بالله عز وجل. يعني إيه؟ كل تعلق بغير الله يفنى في قلبه. وقال الشبلي لرجل: أتدري لما لا يصح توحيدك؟ فقال: لا. فقال: لأنك تطلبه بك. أنت بتطلب التوحيد بنفسك، يبقى إزاي تطلبه بالله؟ سيدنا علي بيقول له: كيف عرفت ربك؟ قال إيه سيدنا علي؟ عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. قال: عرفت ربي بنفسي. أدي سيدنا علي اللي هو أصلا إمام الطائفة المتكلم على لسان هذه الطائفة، أول من تكلم بهذه الحقائق كان سيدنا علي بعد رسول الله مباشرة، مش كده برضه؟ وجاب بعديه ابنه أول الأقطاب سيدنا الحسن، وبعدين بعديه سيدنا الحسين، وبعدين بعد كده تورطت القطبية بعد ذلك، والله أعلم فيما يورثها إلى يوم القيامة. يبقى عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فبيقول له: انت عارف ليه مش عارف تعرف التوحيد؟ لانك بتطلبه بنفسك. اطلبه بالله، استعن بالله. وقال ابن عطاء: علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد، وهو ان يكون القائم به واحد. نسيان التوحيد يعني ايه؟ يعني نسيان اكتسابك، لان التوحيد هو كسب من العبد. فاذا نسيت اكتسابك وعلمت انه من فعل الله فيك، يبقى خلاص بقيت موحد. ويقال: من الناس من يكون مكاشفا بالافعال يرى الحادثات بالله تعالى، يعني من هو محبوب بالافعال فلا يرى الافعال لله بس، لكن لا يرى الا الافعال ونسبها كلها لله. ده مكاشف. يقول لك: قل ان الامر كله لله، مش كده برضو؟ دول اهل الايه؟ اهل حجاب الافعال. ومنهم من هو مكاشف بالحقيقه، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ده مكاشف بالحقيقه، فيضمحل احساسه بما سواه، فهو يشاهد الجمع سرا بسر وظاهره بوصف التفرقه، يعني بسره وهي روحه بعدما تخلصت من أدران البشرية صارت تدرك ما تدركه على الحقيقة قبل التعلق بالجسد، فيرى الحقيقة سرا بسر بوصف التفرقة، أي مع وجود الجسد قائم في عالم الملك. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت علي بن محمد القزويني يقول، سمعت القنفذ يقول: سئل الجنيد عن التوحيد فقال: سمعت قائلا يقول: وغنى لي من قلبي وغنيت له كما غنى، وكنا حينما كانوا وكانوا حينما كنا. فقال السائل: أهلك القرآن والأخبار؟ والقرآن والأخبار راحوا خلصوا فين؟ تجاوب لي بشوية شعر مش عاجبه. وغنى لي من قلبي، يعني التوحيد جعله الله نابعا مني من داخلي، علم ضروري مش محتاج لدليل. وغنى لي من قلبي وغنيت له كما غنى، فعبرت عنه كما هو في قلبي ضروري. وكنا حينما كانوا، يعني رجعت الأصلي عدم حيثما كان الله ولم يكن شيئا ما، وكانوا حينما كنا وهو الآن على ما عليه كان. افهم كلامهم حلو. الراجل ما فهمش الاشاره، بيقول له: والله هو خلص القران والاخبار والاحاديث جاي تكلمني بشويه شعر؟ فهمت ازاي؟ مش عاجبه. فقال: لا، ولكن الموحد ياخذ اعلى التوحيد من ادنى الخطاب وايسره. لو انت كنت موحد كنت فهمت، يبقى انت لسه بدري عليك. فهمت هذه المسألة؟ والله أعلم. ونقف على باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا. كان بودي أقرأ الجزء اللي جاي ده، هنقراه بلا تعليق لأنه سهل، إن شاء الله هنقراه كله المرة الجاية يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. اللهم علمنا وفقهنا وانفعنا ونورنا وعافنا واعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والصلاة والسلام والبركة والرحمة على سيد الخلق أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير
تنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون. فجزاكم الله خير. ما هو ربنا سبحانه وتعالى يجعل في عقلك ما يريد، وهو لا يريد في عقلك ما تريد الآن. وعشان كده إرادة الله لا تتعلق بالمستحيل أفضل من أن تقول قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. فنقول إرادة الله لا تتعلق بالمستحيل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو من إرادته ألا تدركه الأبصار وألا تدركه العقول. فلا يريد ذلك في ملكه، فلا يريد ذلك في عقلك أصلا. واضح؟ فأنت في عقلك لا يدور إلا ما يريد سبحانه، ولكن في دار الدنيا يجعل عقلك له نوع التفلت في التفكير من باب الاختبار والابتلاء. فهمت ازاي؟ ومن باب جرائن القدرة فقط، لكن مش من باب الإدراك ولا الإحاطة. والله أعلم. لا يصدق. عندي خالد في كلية فلسفة. إيه؟ عندي خالد في كلية فلسفة. نعم. بقول يعني كيف الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين السجود وهو الفاعل حقيقة؟ دي حاجة جميلة سهلة، دي إجابة سهلة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على وفق مراده منهم وعلى مقتضى علمه القديم على ما يختارونه، بل لا يختارون إلا وفق إرادته. واضح؟ ده اعتقادنا كلنا المؤمنين الموحدين الحلوين. ولكن لو خلقهم وحكم عليهم في الحال دون إظهار اختيارهم في الخارج لقالوا ادينا فرصة، انت ما اديتناش فرصة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأراد أن يقيم الحجة عليهم بمقتضى علمه القديم فيهم، فخلق الخلق وأمرهم وجعلهم يختارون في الظاهر بمقتضى علمه القديم، وهم غير مجبورين، لأنهم لو كانوا مجبورين ما اختاروا إلا أن يكونوا مؤمنين، لأن الله لا يحب الكفر، فوجود الكفر دليل على وجود الاختيار. ولو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء أجبركم فهداكم أجمعين، ولكن شاء ألا يجبركم فجعلكم مختارين فصار منكم شقي ومنكم سعيد. فوجود الشقي والسعيد دليل الاختيار، لأن الله لا يرضى الكفر ولكن خلق الكفر وهو لا يرضاه. واضح الكلام؟ خلق الكفر ولا يرضاه. فلو كان أراد ألا يكون هناك كفر ما ظهر الكفر، ولكن هو أراد أن يظهره على أهله الذين يختارونه إذا أخذوا الاختيار، لأنه يعلم أن هناك خلق يختارون الكفر على الإيمان، فجعل اختيارهم مطابقا لخلقه. فإذا اختار الكفر خلق الكفر فيه، وإذا اختاروا الإيمان خلق الإيمان فيه، إذا اختاروا التوحيد خلق التوحيد فيهم، وإذا اختاروا العصيان خلق العصيان فيهم. أدي لك مثال: أنت تخلق ابنك، ما هي علاقتك بابنك؟ علاقة اكتساب فقط، مش علاقة خلق وإيجاد.
ابنك عملك، ابنك عملك، ابنك منسوب لك اكتسابا ولكن ليس منسوب لك خلقا، فأنت لا تخلق ابنك، واضح؟ ولكن منسوب إليك اكتسابا، لأنك أنت رحت اتجوزت ورحت دفعت المهر وجبت عروسة والعروسة حملت والحمد لله ولدت والواد وقوى، قالوا لك مبروك بقيت السيد الوالد، وانت ما عملتش حاجة، اللي خلق هو ربك، لكن منسوب إليك كل هذه الحكاية ويتكتب باسمك ويرثك لأنه منسوب إليك اكتسابا، فابنك عملك. وعلى شكل ربنا بيقول إنه عمل غير صالح على ابن سيدنا نوح عشان يبين لك إن العمل ابن يخلقه سبحانه وتعالى على جوارحك إذا اخترته اكتسابا، فينسب إليك اكتسابا وينسب إلى الله خلقا وإيجادا، فالكفر خلقه الله. فهمت إزاي؟ عمل خلقه يختاره الكافر فيخلقه الله على جوارحه وفي قلبه، والإيمان خلقه الله يحبه يختاره المؤمن فيخلقه الله في قلبه. هدي لك مثال ثاني عشان تفهم علاقة العمل وهو خلق الله بالعبد وهو مكتسب للعمل. بيقولوا الطاعة عبارة عن عملية زواج بتتم في النفس، يجي الملك يتقدم لنفسك يقول أنا عايز أخطبك، موافقة؟ تقول له موافقة، اللي هو الخاطر الملكي خاطر الخير، تقول له موافقة، يقول لها طب يلا بينا نتجوز، وتقومي تذكري ربنا شوية، وهم ما يتجوزوا يتولد الطاعة، يتجوز الملك يتجوز النفس يتولد منهم الطاعة، تنسب إليك فعلا واكتسابا وإلى الله خلقا وإيجادا كنسبة الولد في بطن زوجتك. فهمت؟ طيب والمعصية بتتولد إزاي؟ يجي الشيطان يطلب القرب من نفسك يقول لها يلا بينا نشرب خمرة، تقول له يلا استبينا، يروح الخمارة يشتري الخمرة. فهمت ازاي؟ يبتدي يشرب الخمر، يبقى هي عملية تزاوج بين الشيطان والنفس فتنتج المعصية، انت لم تخلق المعصية ولكن اكتسبتها، نسبت اليك فعلا واكتسابا. ادي معنى ان الخير والشر ينسب الى الله خلقا وايجادا والى العبد فعلا واكتسابا. فهمت كلام علماء التوحيد؟ بس فلما الله سبحانه وتعالى خلق ادم وخلق سيدنا خلق ابليس وخلق سيدنا ادم، خلق ابليس وكان يعلم ان هو يختار الكفر فوضعه في الاختبار، يختار الكفر اذا جعله مختار، ولكن لو جعله مجبور كالملائكة لا يستطيع ان يختار الى الايمان، لان الله سبحانه وتعالى يرضى الايمان والكفر لا يرضاه لنا. فهمت ازاي؟ لو خلقه مجبور ما كانش عصى، لكن ده خلقه مختار، فلما حصل الاختيار وقال له اسجد فهو اختار انه ما يسجدش، فخلق الله فيه عدم القدرة على السجود. فهمت ازاي؟ سهلة. ليتم مراد الله من ان يكون للشر رسول وللخير رسول، لان الله خلق الشر وجعل له رسول وخلق الخير وجعل له رسول، فرسل الخير كثيرة لان الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، والشر ليه رسول واحد اللي هو ابليس. عشان كده في بعض الأولياء يقول لك إبليس رسول الله، في بعض الأولياء يقول لك كده طبعا بالإلغاز، هو يلغز يقصد رسول الله إلى أهل الشر ليختبرهم، فإذا اختاروا الشر خلق الشر على جوارحه، يبقى هو رسول للشر. وسيدنا محمد وسائر الأنبياء رسل خير يعرض الخير للناس، من قبله خلق الله الخير على أيديه، ومن رفضه خلق الله الشر على أيديه، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيرة. لكن العلاقة بين اختيار العبد وبين فعل الله وخلق الله هي علاقة أن الله يخلق ما تختاره ويسألك عما تختاره لا عما يخلقه. وعلشان كده لو اخترت الطاعة بنيتك فظهرت في الخارج معصية يعفو عنك، لأن اللي أظهرها في الواقع هو ربك،
يعني ايه؟ يعني انت عايز تخدم واحد خارج عشان تخدمه، فلقيته راجل تعبان قوي كده وقاعد، فانت جيت تشيله علشان توقفه يمشي، هو قلبه ضعيف قوي لو اتحرك هيقف، فرحت انت موقفه كده احمد في ايدك، يبقى انت قتلته لانك عملت فيه حركة هو لا يتحملها قلبه، في حين انك انت قاصد تنفعه، يوم ربنا ما يؤخذكش بهذا. فهمت ازاي؟ رفع القلم ايه عن الايه؟ عن المكره وعن المخطئ، مش كده برضو؟ الخطأ الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بالخطأ. ليه؟ لان انت اختيارك كان مخالف للواقع. فهمت ازاي؟ انت عايز تخدم، وبعدين ربنا خلق مقابل خدمتك دي ضرر، زي احنا في مهنه الطب، في دكاتره يجوا كحلوها يعموها، يعني يجيله المريض عنده مرض خفيف يديله دواء يبقى عنده مرض كبير. فهمت ازاي؟ الطبيب قصده انه هو يخفف مرض المريض وبذل جهده على حسب علمه، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يرد ان هو يخلق النفع، خلق الضرر، فيظهر الضرر في المريض والطبيب بريء يروح يدخل الجنة. ليه؟ لانه كان قصده انه ما يضرش المريض. هات المثال الثاني، طبيب قتل قتل عايز يدي العيان انسولين وهو مش محتاج الانسولين، زي ما بيعملوا في اوروبا في امريكا في بعض المراكز دكاتره تدي انسولين لعيان نايم في العنايه المركزه عشان يحرق الدم بالتدريج، يقوم العيان يموت بالتدريج كده في خلال 6 ساعات، يقف قلبه ويقول لك ده مات موته طبيعيه، يروحوا واخدين الكليه واعضائه يزرعوها في غيره تجاره، يبقى موته موتة نظيفة 100%، محدش مدركها إلا ربك. فهمت ازاي؟ فيروح مدي انسولين علشان هو قابض، ما هو هناك كفار ما بيهمهمش، يروح هو مديله الانسولين يطلع يقصد قتله، يطلع ان المريض ده اصلا كان السكر عالي قوي، فياخد الانسولين يفوق يعيش، التاني ياخد اسم القتل والمريض عايش. فهمت ازاي؟ ليه؟ لانه اراد قتله ولكن الله اراد له الحياة. افهم المسألة، فليس اختيارك من الضروري ان يكون معه خلق الضر او النفع، بل قد يكون اختيارك الذي تريد فيه الضر يخلق منه النفع وتعاقب انت على ارادته. فهمت ازاي؟ وقد يكون اختيارك اللي فيه النفع يخلق منه الضر ولا تعاقب على نتيجته، لان النتيجة مش في ايدك. فهمت بقى المسألة؟ سهلة. وعلشان كده بيقول ايه؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، يعني احنا مجبرين، مش كده برضو بيقولوا كده برضو. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وما على الرسول الا البلاغ المبين. قل لو شاء ولله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة، الحجة البالغة الدليل الدافع انك انت مش مجبور. ايه هي؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لأجبركم فهداكم اجمعين. يبقى وجودك مشرك دليل اختيار، ادي الحجة البالغة، وجود الكافر دليل وجود الاختيار في التكليف، لان الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا يرضى لعباده الكفر، مش كده الحساب؟ وان تشكروا ايه يرضى لك، لا يرضى لعباده الكفر. يبقى لو كان ربنا سبحانه وتعالى اكبر العباد ما كانش خلق الكفر، ولكن الله خلق الكفر لانه خلق الاختيار. فهمت ازاي؟ واختبر العبد باختياره هيختار ايه، يبقى احنا مختارين اهو، واضحه؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بيرد على الجبرية، بيرد على الجبرية في آية سطر واحد. فهمت ازاي؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى وجود المعصية في الأكوان دليل وجود الاختيار،
وجود الكفر في الأكوان دليل وجود الاختيار، ولو لم يكن هناك اختيار ما كان هناك كفر، بل كان الناس كلها مهدية أجمعين. مش كده برضو؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.